تهيئة للمناخ الملائم لتحقيق التوافق والشراكة بين جميع أطياف المجتمع السوداني. قرر المجلس العسكري الانتقالي تعليق المحادثات مع قوى الحرية والتغيير حول المجلس السيادي 72 ساعة. قررنا الآتي: وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق، إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام، فتح خط السكة حديد لإمداد الولايات التي تضايقت كثيرا من شح المواد التموينية والبترولية، عدم التصعيد الإعلامي وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤمن الشراكة الحقيقية لاجتياز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا العظيمة، عدم التحرش أو الاستفزاز للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والأمن وهي تعمل لحماية المواطنين وحماية الثورة وحماية الأمن العام. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس أكد أيضا أن القوات المسلحة تتعهد للشعب بالحفاظ على مكتسبات الثورة، داعيا إلى تجنب الانجرار وراء الشائعات. الشعب السوداني الأبي ستظل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني على عهدها في حماية مكتسبات الثورة، وتطلع بدورها كاملا في حماية الوطن والمواطن والنهي به عن المنزلقات الخطرة. عليه نناشد المواطنين الكرام والثوار الشرفاء بحماية مكتسبات الثورة وفاء لدماء شهدائها وتطلعات شبابه والشعب السوداني وعدم الانجراف وراء أعداء الوطن، والعمل سويا بهذه الثورة المباركة حتى تصل إلى مرادها وتحقيق تطلعات وحلم الشعب السوداني في بناء دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة. قوى الحرية والتغيير من جهتها عبرت عن أسفها لقرار تعليق المحادثات وأكدت أن الاعتصام مستمر، وكان من المقرر أن يبحث المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير في اجتماعهما الأخير النتائج النهائية للمحادثات والتوقيع عليها بعد أن تم الاتفاق على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.